في إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للحماية المدنية، بادرت مصالح الحماية المدنية بوهران بحملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع المصالح الصحية في مبادرة تضامنية تهدف إلى الرفع من مخزون الدم بالمؤسسات الاستشفائية بالولاية. نوال بن طوبة. على مدار 3 أيام تنظم المديرية العامة للحماية المدنية حملة وطنية كبرى للتبرع بالدم من أجل تدعيم المؤسسات الاستشفائية بأكبر عدد ممكن من أكياس الدم، وبالتالي المساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين. إطار الحملة التطوعية المنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية للتطوع بالدم، وهذا في هذا العمل الإنساني من الواجب تاعنا للوفاء. وحنا كرجال الحماية المدنية المهام تاعنا هي مهام نبيلة، لابد علينا يعني نتبرع بالدم ونرافق المرضى تاعنا، لان يعني المرضى تاعنا يحتاج هذا النوع من الدم. المديرية الولائية للحماية المدنية بوهران كانت في الموعد، حيث سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح المبادرة بمشاركة مختلف الهيئات المختصة، حيث عرفت إقبالا كبيرا للإطارات والأعوان بمختلف الرتب والمناصب. استخفاش عليكم بالحماية المدنية هو عمل إنساني، وحنا رانا نكملوا هذا العمل الإنساني بالتبرع بالدم لإخواننا المرضى في المستشفيات وكذا المحتاجين. نشكر الحماية المدنية على هذه المبادرة، وإن شاء الله يكون المزيد من هذه المبادرات، على خاطر المرضى تاعنا سيدي مالات كونسيغو اللي حاجة ماسة يوميا، ما يديروا لي كور دو شيميو يستحقوا يوميا، فوار لي زابلازي اليومية يستحقوا لي بلاكات ويستحقوا الدم العادي. مبادرات من شأنها توفير هذه المادة الحيوية لفائدة المرضى وترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى مستخدمي هذا القطاع.